اكسرسايز جديد هنا يمكن مش موجود في كتاب المدرسة. Find the base length of a triangle whose area is 20 centimeter square and the height is 5 centimeter. مطلوب مني أجيب البيس لينس للتريانجل اللي الاريا بتاعته 20 سنتيمتر سكوير والهايت 5 متر. يبقى انا عندي الاريا وعندي الهايت ومطلوب مني اجيب البيز. كنا اشتغلنا على رولز، يا ريت تراجعوا معايا الرولز. البيز لينس اوف ا تريانجل هي عباره عن الاريا ديفايدد باي هاف الهايت، الاريا اوفر او ديفايدد باي هاف الهايت. الاريا هنا 20 ديفايدد باي هاف الهايت او هاف ال5 اللي هو 2.5، يبقى 20 ديفايدد باي 2.5 ايكوال 8 سنتيمتر. ده بالنسبة للسؤال الأول. طيب في letter B، the area of a square whose diagonal length is 10 centimeter. ده شكل مباشر للسؤال. area of a square half times diagonal times diagonal equal half times 10 times 10 equal 50 centimeter square. آخر فقرة هنا أو آخر سؤال، the base length of a parallelogram. مطلوب مني أجيب ال base length للparallelogram اللي ال area بتاعته 54 centimeter square والهايت هيكون 6 سنتيمتر. يعني المطلوب البيز لينس اذا كان الاريا للباراليلوجرام 54 والهايت 6. البيز لينس اوف ا باراليلوجرام هي عباره عن الاريا ديفايدد باي الهايت ايكوال 54 ديفايدد باي 6 ايكوال 9 سنتيمتر. يعني مش كل مره السؤال لازم يجي بشكل مباشر، ممكن يسال مره عن البيز مره عن الهايت مره عن الاريا بشكل مباشر. ده بالنسبه للتراينجل والباراليلوجرام. فيا ريت في الويك اند كده نراجع الرولز بتاعتنا كويس على الدروس اللي خلصناها في اليونت علشان نقدر نشتغل من بداية الاسبوع على دروس جديدة ان شاء الله. هابي ويك اند.